أحس روحي مثل هذا البلد، قوي بس ما بيروح، غني بس جوعان، بكل مبررات الحياة بس ما عايشة، خايف. كل شي ما له طعم، حلقي مر حتى لو آكل شي استمر، حياتي سريعة مثل الطلقة. خايف بس ما يبين علي الخوف، من كل شي أخاف، وما عندي ثقة بأي واحد حتى بنفسي، ومرات أحس روحي ماكينة قديمة قاع مهجورة. أنا حزين دكتورة من كل قلبي، وما أعرف ليش، مع العلم أنا ما حارم نفسي من أي شيء، كل شيء اللي أريده أسويه، مع هذا قلبي كلش حزين، ليش ما أدري. زين انت شلون تحس اني راح اقدر اساعدك؟ ما اعرف بس لازم تلقي لي حل، اكتبي لي على اسم دواء يخلصني من هاي حالتي، هاني ما اريد ابقى عايش وحيد، مهجور، متروك، مكروه من اقرب الناس اللي عايشين بفلوس. الرهيب عاجبه يعطيك فرصة اخيرة، عندك ساعة، بلش من هسه. اسمع حبيبي، قلنا للحج مالتك، مو أنا اللي أتهدد، أنا صفوة الحوت. 59 دقيقة و10 ثواني. شوف أستاذ، هاي تعتبر جلستك الأولى، بس أنا عندي طلبين، الأول تجاوبني على كل الأسئلة، والثاني تحكي لي كل شيء ومنظم عني شيء. وأنا حاضر دكتورة، اسألي باللي يعجبك. أنت تأخذ أي نوع من أدوية المخدرة؟ أو بمعنى تتعاطى مخدرات؟ دكتورة، مو قلت لك يعني ما حارم نفسي من أي شيء. حتى نتعاون لازم أول شيء تبلش بجسمك، وراها نبلش بالعلاج النفسي. جسمي شبي؟ كل شيء ما بيه معود، أنا صحتي عالي العال، أصلاً أنا أقوى من الحصان. ما يخالف، بس انت تعرف نظافة جسمك من هاي المواد المخدرة راح تساعدنا حتى نتعالج وياك نفسيا. يعني قصدك اعوف المزاج؟ لا 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 لا، هذا مو خوش حل، فدوى مو خوش حل، شوفي لي غير حل. لعد انا هم ما عندي اي حل، بالنهاية ترى القرار قرارك، وإذا حبيت تتعاون وياي أنا راح أساعدك وما عندي أي مشكلة، أدزك الأقرب مركز حتى تتعالج من تعاطي المخدرات، وإذا ما حبيت أنا أدزهم إليك للبيت، وراح يكون بسرية تامة. بيتي؟ يم الحياة يا الأربعة المتزوجين يا أبوي.